Signor Presidente, la Repubblica Italiana segue con attenzione e con rispetto. إيطاليا تتابع باهتمام واحترام كبير نشاط الحكومة في الجزائر، خاصة بعد مصادقة البرلمان على مخطط عملها الذي يسعى إلى إرساء دولة الحق والقانون وعصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، بالإضافة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه. إيطاليا كانت وستظل إلى جانب الجزائر التي تعمل على إنجاح مسار العصرنة والتطوير، ولقاؤنا اليوم جسد الانسجام والتوافق الذي بيننا من خلال الاتفاقيات التي وقعنا عليها والتي ستليها محطات أخرى لتأكيد شراكتنا وتعاوننا الثنائي، بداية من الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين الجزائر وإيطاليا. المؤسسات الاقتصادية الإيطالية ثقتها كبيرة في الجزائر للشراكة والتعاون، خاصة في مجال البنى التحتية لقطاع المحروقات. علينا العمل الآن أكثر للانفتاح على مجالات أخرى للشراكة والاستثمار على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.